بالنسبة للمغرب هو اليوم أصبح محطة تلاحم الخصوم ديالو من أجل الضغط على المغرب ووضعه في زاوية معينة وهي زاوية الاتهامات الباطلة. الإعلام الفرنسي معروف منذ قدم يعني تفعل الحسن الثاني الله يرحمه كان خط تحريري معين معروف بأنه هو يعادي المغرب لأسباب إيديولوجية ولأسباب سياسية كتبين بأنها عندها ميولات معينة غير مفهومة خصوصا مع خصوم المملكة المغربية اللي هما في يعني تحدي كامل الحق المغرب أنه يمشي مزيان ويكون عنده مصداقية ويكون عنده تعامل واضح. وهذا التعامل الواضح للمغرب خلى بأنه يكسب محطة كبيرة على المستوى الدولي ويكسب واحد الاحترام عند الشركاء تاعو العالميين. طبيعة الحال خلق في جهة أخرى ناس أخرين اللي كيخلقوا أكاذيب واللي كيخلقوا روايات هي فارغة من حيث حتى المنطق ديالها من أجل فقط التشويش على المغرب. والحالات اللي لحد الآن دابا ظهرتهم بين البارح واليوم 48 ساعة بينت بأنه هذه الأكذوبة هذه ما قدرش أنها تمشي بزاف بدليل أنه ولينا كنسمعوا لما لا أنه جهات معينة في فرنسا هي من وراء هذا التطبيق هذا بغاية تجسس على من؟ على المسؤولين الفرنسيين والمسؤولين الجزائريين وكذلك المسؤولين المغاربة. لأنه هل يعقل بأن المملكة المغربية أن هذه تجيب واحد نظام اللي هو نظام غير مشروع ونظام هو منبوذ دوليا بآية تجسس على من؟ على العائلة الملكية. وهذا منطق كيبان شي شوية بأنه خصو شي شوية ديال إعادة النظر وكيبين بأن المغرب ملزم بأنه تكون عنده القوة الداخلية من حيث التلاحم ويكون المغاربة كلهم واعيين بأنه الخصوم للمملكة كينويو باش أنهم يبداو مع المغرب صفحة جديدة من أجل التأثير على القيمة تاعو المصداقية تاعو اللي خدها على الصعيد الدولي. هذه التطبيقات هذه اللي هي منسوب المغرب بأنه خدها طبيعة الحال الشركة اللي هي مصنعة على التطبيقات والمالكة لها علنت بأنه باش كنصالح بأن المغرب عنده علاقة بالموضوع. الحاجة الأخرى أكبر لمن اللي كان سمع طلجة الجزائر تهي كذلك أصبحت تعاني من أنه ينسب لها بأن عندها تطبيقات. اليوم كان سمعوا بأنه السعودية تنفي بأنها لا علاقة لها بالتطبيقات هذه وهذا كيدخل في طل الأمن المعلوماتي والأمر السيبريالي اللي هو بين بأنه القوى العظمى في العالم أصبحت الآن تتنافس من أجل جعل الرقمنة والعالم الافتراضي هو المحطة ديال الصراعات المقبلة ما بين الدول في إطار التجسس اللا أخلاقي. معلوم جدا بانه لكل دوله جهازات المخابره ديالها كتهدف بانها تحقق لها المعلومه في اقرب وقت، تحقق لها المعلومه الامنه، تحقق لها واحد النوع من التوازن في تدبير الشؤون تاعها الخارجيه مع الداخليه. ولكن المغرب معروف عنده ومشهود له بانه كيخدم بواحد النوع من الشفافيه من داخل المؤسسات. كنحيوا السلطه القضائيه في شخص رئيس النيابه العامه الذي اعطى التعليمات تاعو من اجل فتح تحقيق داخلي بما يتعلق القنوات او الصحف او الإعلاميين الذين يتناولون هذا الموضوع عدب واحد القلة من المهنية وواحد الضعف ديال التركيبة ديال الموضوع من حيث المنطق. وكنحيوا كذلك المغرب اللي اختار على أنه يمشي بعيد. هاد الناس هادو اللي كيتهموا المغرب بأنه هو صاحب هاد التجسس هذا من حيث التطبيق ديالو من يكونوا قدام القضاء سواء فرنسا أو أي دولة أخرى يبينوا لنا المصدر المعلومة ديالهم ويبينوا لنا كذلك كيفاش وصلوا على أنهم يعرفوا بأن المغرب اقتنى هاد التطبيق هذا ومارسه وطبقه على مجموعة معينة. كنعتبروا بأنه إذا كنا نتحدث على قيمة المؤسسات واستقلال السلطة القضائية يجب أن يكون هذا استقلال مبني على سلوك جميع المراحل ديال التقاضي وسلوك جميع الإمكانيات ديال الدفاع عن الحقوق بعيدا على الشوشرة وبعيدا على الإدعاءات الكاذبة وبعيدا على تلطيخ سمعة المغرب اللي هي أكبر من أنها إمسها شيء من هذا القبيل هذا. وكنحييو العقلاء في المغرب وكذلك الشركاء ديال المغرب اللي قدروا بسرعه ياخذوا مواقف كتبين بانه القيمه ديال المغرب عند الشركاء تاعو لا يمكن او المس بها بمجرد ادعاءات لان المغرب مشهود له بانه يتعامل باحترام ويتعامل بمصداقيه ويتعامل من داخل المؤسسات ويتعامل من منطق الصراحه والتعاون الواضح. وهذا طبيعه الحال له ضريبة معينة كنقدر وحدة نفهموها وحدة كتبان لنا بأنها غريبة. وكذلك ما نساوش بأن المغرب حقق نجاحات عديدة لا على مستوى الأمني ولا على مستوى محاربة الإرهاب وعلى مستوى المؤسسات الديمقراطية وعلى مستوى الانخراط مع الشركاء تاعو من خلال المبدأ ديال رابح رابح على مستوى الرجوع تاعو للاتحاد الإفريقي على مستوى الاعتراف الأمريكي بوحدة بالانتماء الكامل وبالسيادة ديال المغرب على
على الاراضي تاع الجنوب، ولكن وكذلك على مستوى الجرأة تاعو ديال التعامل تاعو مع الشركاء اللي هما موضوع تشكيك واتهام طرف الاغيار، وهذا ما كيقلش من الاحترام تاعنا للجميع، ولكن في نفس الوقت كيخلي بان المغرب والمغاربة مؤسسة أفراد ملزمين لأننا تكون لحمة أكبر من أجل تصدي لهذا النوع من الادعاءات الزائفة اللي كتخلي بأنه نفكروا مزيان بأن المعركة الأكبر هي اللي قادمين لها، وأنه تحقيق الاسترجاع الكامل الأراضي تاعنا وتحقيق التكامل الكامل الوطني كيفرض منا بأننا نكون على خط واحد قيادة وشعبا ومؤسسات، وهذا هو اللي غادي فيه المغرب.